مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا بيكم. معكم عنايات عبد الحليم، مراسلة أهل مصر من كفر الشيخ. النهاردة احنا معانا قصة عم محمود. عم محمود بقاله تقريبا 40 سنة بيشتغل في صناعة وبيع الفول والطعمية هنا بمحافظة كفر الشيخ. يعني هو لوحده بيشتغل في المهنة دي بقاله 40 سنة، أما أسرته فبتشتغل في المجال ده تقريبا نقدر نقول 100 سنة. يعني هو قال لي أنا اتولدت لقيت نفسي في المهنة دي ولقى أسرته كلها بتشتغل فيها. دلوقتي هيكون معانا عم محمود هيكلمنا اكتر عن نفسه وعن قصة 40 سنة في المهنة دي. تعالوا نشوف مع بعض. نعم، يا اهلا وسهلا. انا اسمي محمود الرماح. انت قلت لي بقى بتشتغل في المجال ده بقالك كام سنه؟ بقالي 40 سنه. 40 سنه. اسرتك كانت بتشتغل يا كمان في المجال؟ في نفس المجال. انا طلعت لقيتهم في نفس المجال. طلعت لقيت اسرتك بتشتغل في المجال ده. انت بقى قول لي انت بتبدا شغل من الساعه كام للساعه كام؟ قبل الفجر بساعه. قبل الفجر بساعه. لحد بقى الساعه كام؟ لحد الساعه 11، ده حسب تسعير ربنا ده. هم أكلة أساسية بالنسبة للشعب المصري. كنت داري على إنه يقوم الصبح ياخد طعمية، ياخد فول، يفطر بيها، حاجة زي كده. ده بيبقى ليك مواسم معينة بقى بيبقى فيها مجال الشغل كتير، أو يعني مثلا بيبقى فيها ضغط كتير زي مثلا رمضان أو كده؟ لا، هو الضغط الكتير بيبقى في شهر رمضان، بيبقى ساعة الفطار كده، قبل الفطار بنص ساعة، قبل الفطار بساعة، ساعة ونص حاجة. ده الله ينور عليك. لكن غير كده الشغل في أيام المدارس بيبقى مريح، ما بيبقاش فيه حركة قبل كده. اليومين اللي تشتغل فيهم اللي هم الجمعة والسبت اللي هي العطلة الرسمية. بيبقى الإقبال ضعيف عليها. بيبقى في طعميه ساده وطعميه حشو. ده الحشو ده عباره عن ثوم وبصل وطماطم وشمر. ثوم وبصل وطماطم وشمر وشطه. واخد بالك؟ في بقى يعني في اللي بيطلبها محشيه وفي اللي بيطلبها ساده. في اللي بيطلبها محشيه وفي اللي بيطلبها ساده. ايه اللي افضل اكبر عليها، دي ولا دي؟ المحشيه. في ناس كيفت الحراقه شويه. يبقى فيها شطه. الله ينور عليك. يوم الجمعه مثلا عشان يبقى اجازه، بيبقى اجازه وكله قاعد في البيوت ومش عارف ايه، حاجه زي كده. انا هو زي اي يوم عادي، انا كده كده بصحى الساعه 3 قبل الفجر بساعه ونص. كده كده بصحى قبل الفجر بساعه ونص. يعني جمعه غير جمعه. بقالي 40 سنة. لا، زي ما هي. لا، الأول كان وضع تاني عن دلوقتي. لا، لأن أنا شفت ياما في المهنة دي. كل حاجة، يعني شغلة الأكل والشرب بتبقى حساسة شوي، غير أي شغلة. غير أي شغل. الله ينور عليك. غير اي شغل. ده ما كانش موجود زمان. دلوقتي الزباين دلوقتي بقوا ينهضوا كتير اكتر من زمان. الزبون مش عايز ياخد الطعميه ويمشي، ده عايز ياخدك فوق الطعميه ويمشي. بالنسبه لك في حاجات بتبقى صعبه في المهنه، يعني مثلا واقفه قدام النار، واقفه على احنا هنداري عليه. احنا كنا بنقف قدام صينيه كنافه في رمضان واحنا صايمين. واحنا صايمين الكنافه. يعني رمضان انا بطلتها، بطلت الحاجه اللي بقدر اعني منها بطلع منها. والله بكلمك الصراحه. يعني دلوقتي رمضان او غيره مقتصر على الطعميه، على الفول والطعميه وشويه مخلل وشويه حباش بس زيادة عن كده. انت هنا بتعمل توجيه، بتعمل سندوتشات بس حاجات بسيطه يعني. ايوه بسيطه، مش زي المدن، مش زي هنا قريه. يعني النهارده ما بتشتغل، 20 30 رغيف في اليوم. زي شفرخيت بتاع دي. انت عامل سندوتشات كده
ثم الناس هنا غلابه، مش هياخد سندوتش ب 4 جنيه، ما يقول لك هاخد ب 5 جنيه طعميه واروح افطر. المهنه دي ممكن حد دلوقتي يقرر ان هو يشتغل فيها حتى لو مش لسه عنده خبره ولا تبقى صعبه؟ هو لو هي مهنته يشتغل فيها، مش مهنته هينضحك عليه. من ناحية كل حاجة. يعني مش هيبقى فاهم بقى في القناة والحاجات دي. لا، الله ينور عليك، مش هيبقى فاهم فيها، ممكن أي واحد يضحك عليه. مش أي واحد. فيها يعني. أي. طب أنت نصيحتك مثلا النهاردة لو حد هيبدأ في مشروع زي ده، هيبدأ فيه إن هو يعمل طعمية وفول وكده، تنصحه بإيه؟ بيني وبينك في الأيام اللي إحنا فيها دي ما انصحوش. حبيبي أعمل حاجة. انت قلت لي انت اصلا يعني انت ابنك ما حبيتش ان هو يعني انا اول مره بالنسبه لي حد بيشتغل في فول وطعميه يقول انا مش هخلي ابني يشتغل فيه. انا بتكلم معاك الصراحه لان انا شفت ياما في الشغله دي. انت اصعب حاجه بالنسبه لك حته المناهضه بتاعت الزبائن وكل حاجه يعني اي حاجه يعني انا اشتغلت في ديت قبل الكهرباء، قبل ما الكهرباء ما نشتغله يبقى في حجر كهرباء، قبل الجدره ما يبقى في غاز، كنا بنولعه على فول الاول فيه كانون كده وجس ومش عارف ايه، كان الجدر بتولع عليها بخار زي بخار كده، بس كنت بتدوقي طعم الفول الاول غير طعمه دلوقتي. يعني الفول اللي بيتعمل على الكانون غير بيبقى طعمه مختلف على اللي بيتعمل على الغاز؟ طبعا. بس انت مضطر بقى دلوقتي تستخدم الغاز عشان خاطر الوقت. الله ينور عليكي، بس لكن في الطعم هو اللي احسن. طب هقول لك انا على حاجه، العجينه الكهرباء ولا اليدوي احسن من الكهرباء، يعني لما بتدق بايديكي كده احسن من الكهرباء ما تدق. الطعميه بتاكليها لها طعم تاني مختلف عن الكهرباء. بس هي دلوقتي انت مضطر تستخدمها عشان خاطر الوقت. الله ينور عليك، معاها ما عادش في مناهده لان ايه تدق وطول البال. مش هيستحمل. الله ينور عليك. الله ينور عليك. تمام. تقولي بقى، طب انت قولي الخطوات اللي انت بتعمل بيها العجينه لحد ما تبقى جاهزه كده تقليها في الزيت. ولا حاجه، انت بتجيب الفول بتنقعيه في ميه، البيتين لازم يتبلع زياده عن 6 ساعات، واخد بالك، وتشطفيه وتيجي حطاه في الحجر مع الثوم مع البصل، ممكن ما تحطيش بصل بس اهم حاجه الثوم. بعد العجينه بتقوم كده تحط شويه شمر في الحجر، الشمر بيدي طعم للطعميه وبيديها نقي، بس وتسيبها تنعم براحتها، وبعد كده تيجي حاطه لها الايه الملح بتاعها. كده بقى خلاص هي تبقى جاهزه ان انت بقى تقليها في الزيت. جميل. الفول درجه حراره الفول الحصى بالذات لازم يتناجع زياده عن 12 ساعه علشان في حاجة اسمها سم بتاع الفول. سم فول. ده لازم يتنقع 12 ساعة، لأن لما بيتنقع 12 ساعة المية بتاعته والحاجة بتاعتها بتصفى. المية بتاعته. تنقعيه 12 ساعة، لازم 12 ساعة. واخد بالك بعد كده علشان تاكلي شوية فول مظبوطين. بعد كده بتولعي بتشطفيه وتيجي مولعاه عليه في الجدر. يعني مثلا شطة الفول ده بتفضل مولع عليه في القدرة وقت قد ايه تقريبا لحد ما يبقى جاهز؟ بعد ما بيتبل انت بتدي له غلوة النار عالية عليه، وبعد كده توطي عليه شمعة زي سهرية كده، ماشي، وتسيبيه بقى براحته 4 ساعات 5 ساعات، اصل النار بتبقى واطية خالص شمعة كده عليه. الطعميه والفول اللي انت بتعمله مع اي مكان تاني؟ يعني في حاجات توابل معينه مثلا او حاجه اضافات معينه بتحطها عشان تميز الفول والطعميه؟ ده نفس، الاكل عباره عن نفس. الله ينور عليك. يعني التوابل اللي انت قلتها لنا دي الحاجات اللي انت بتستخدمها، مفيش حاجه، مفيش اسرار ثانيه تلخب فيها؟ لا ما بستخدمش حاجه. لا تمام. الله ينور عليك. بس هو الاكل النفس ممكن تودي الواحده نص كيلو لحمه تعمله لك وتوكلك 100 100، وممكن تودي لها كيلو لحمه لواحده ثانيه ما يبقالوش طعم، تأمينه ما يبقالوش طعم. يعني الشغلانه دي في الاساس معتمده على النفس. الله ينور عليك، ده اهم حاجه. طب الست اصلا في الشغلانه دي انت
الايه؟ لا الراجل طبعا. عشان ايه بقى؟ مع انه يعني انا بتكلم الصراحه الراجل احسن. طب لو الست بتشتغل في المجال دي تبقى اصعب بالنسبه لها عن الراجل؟ لا هي بتبقى مش اصعب ولا حاجه، بس برضه الراجل الوضع تاني. طب قولي انت المهنه دي بتقول لي بقى لك 40 سنه فيها. 40 المهنه دي يعني انت ما اشتغلتش اي مهنه ثانيه غير 5 سنين دي؟ لا. لا انا كانت هوايتي كده. انت هوايتك حبيبي. طب انت المهنه دي يعني بتقولي 40 سنه، المهنه دي بقى بالنسبه لك بتمثل لك ايه؟ بتمثل لي حياتي كلها. الشغل طلعت انا جيت نفسي فيه. بصراحه الحب ده انت قلت لي انك مش عايز تكمل فيها وانت مشجعه. الله ينور عليك. مشجعه. ايوه ما انا بكلمك الصراحه. يعني انا كده مبسوط بالقرار ده، كده مشجعه عشان ما يبقاش الناس عايزه. الله ينور عليك. ماشي يا كبير. كنت عمال طالع عامل ايه كده؟ عايز كبير على الصلاه. الشغل في الصيف ولا في الشتاء بالنسبه لك ممكن يبقى اصعب؟ اصعب؟ الاثنين زي بعض. زي بعض. بس ممكن الشتاء يبقى الاقبال فيها اقل من الصيف؟ لا بالعكس. الشتاء يبقى اكثر من الصيف لان السجع بتوتر. لكن الصيف محدش بياكل. لو حضرتك واحد زي ما قلت لك انت قلت لي انت ما تشجعش حتى اصلا هو يشتغل في المجال، طب لو حد بيشتغل فيها بقاله كتير وبس عايز يطور من نفسه برضه وانت من واقع ممكن 40 سنه في المجال، يعني تنصحه تقول ايه عشان يقدر يكمل فيها؟ يطور في الارياف؟ لا الارياف ما يتطورش فيها. انا من اول ما جيت وفتحت كان في بطاطس مهروسه وفي بدنجان وفي بطاطس مهليه وفي كل حاجه كنت بعملها. بس الله ينور عليك. فول وطعميه بس. يعني قصدك ان مجال الشغل بيبقى اوسع فيه المدن عن الكوره بالنسبه للشغل؟ يعني بس انت بالنسبه لك اكيد الوضع هيبقى احسن لو بقى بتعمل بطاطس وحاجات ثانيه مع الفول والطعميه، يعني الوضع. اقول لحضرتك اللي جاي عايز طعميه في الارياف عايز ب 2 جنيه بطاطس، 2 جنيه 2 جنيه بتنجان، اما يبقى الكيلو البطاطس ب 12 جنيه و15 جنيه هتديله ازاي؟ ولو قلت له لا ما فيش هيزعل، يبقى اهل الاحسن اما تمنعيها ولا ما تشتغلش؟ هو قررت انت تقتصر على الفول والطعميه بس. الله ينور عليك. يعني مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا بحضراتكم هنا من محافظة كفر الشيخ. معانا النهارده قصة عم محمود. عم محمود بقاله 40 سنة بيشتغل في صناعة وبيع الفول والطعمية هنا بمحافظة كفر الشيخ، يعني ورث المهنة عن أسرته. أسرته تقريبا بقالها 100 سنة بتشتغل في المجال ده. يعني اتكلمنا النهارده عن قصة 40 سنة في المجال. اتكلمنا برضو عن الطريقه اللي بيعمل بيها الفول والطعميه لحد ما تبقى جاهزه. جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهاردة هنا من محافظة كفر الشيخ. كان معنا النهاردة قصة عم محمود، يعني يعتبر واحد من أقدم بائعي الطعمية هنا في محافظة كفر الشيخ. كلمنا عن الطريقة اللي بيعمل بيها الفول والطعمية، وكمان كلمنا عن سر أو كلمنا عن مدة 40 سنة بيشتغلها في المجال ده. يعني عم محمود بالنسبة لك مش أي حاجة صعبة؟ مش اي حاجه صعبه فيه المجال ده؟ لا 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 ل
زي ما قلت لك كده، ممكن تجيبي طبخه لواحده شاطره تعملها يبقى لها نفس فيها، وممكن واحده تانية ما تطلعش ويبقى انت مكلفه اكتر. طب انت مش زعلان ان ابنك مش هيكمل مسيرتك في المهنه دي؟ لا مش زعلان. انت فرحان؟ لا فرحان. مين تاني بيشتغل؟ انت قلت لي عيلتك في عيلتك كبيره لسه من عيلتك بيشتغلوا بس الوحيد كلك. كلك في شغل. ايوه طبعا ولاد عمي كلك. كلك. هم وارثين الدنيا اصلا عن جدك. ايوه. شكرا لحضرتك يا عم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا ومتابعي موقع جريده اهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهارده هنا من محافظه كفر الشيخ، عرضنا لحضراتكم النهارده قصه عم محمود وقصه 40 سنه في صناعه الفول والطعميه هنا بمحافظه كفر الشيخ. مشاهدينا شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم. Yeah, I'm going to go.